أهلا بيكم. رؤية السماء 6 من 10 أفراد لازم إن هم يشوفوا الحلم ده، فعايزك إنك أنت تديني وتركيزك وانتباهك، واسمح لي أسألك، لو شفت الرؤية ديت فلون السماء كان صافي ولا كان فيه غيام؟ هل أنت شفت إن السماء فيها طيور؟ هل شفت نفسك في يوم من الأيام إنك أنت صعدت للسماء؟ أنت بتعرف إن رؤية السماء بتدل على الزواج وبتدل على السفر وبتدل على الموت وبتدل أيضا على الهموم والمشاكل وبتدل أيضا على الخسارة في التجارة وأحيانا ربما دلت على الشرك. امتى تدل على السفر؟ عايزك تديني تركيزك وانتباهك. وقبل ما ابدا عايزك انك انت لو اول مره بتسمعني تدوس لايك، وحاول انك انت تضغط زر السبسكرايب وتفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. ها، دوست لايك، يلا نبدا. اول حاجه عايزك تعرف يا اخي الكريم ان السماء حسب وضع الرؤيه، وعايزك تعرف ان يعني 60% من الأشخاص لازم هيمر عليهم حلم السماء. وسبحان الله، ربما الشيطان ياخدك من المعنى المقصود في الرؤية لمعنى آخر وتدور على معنى تاني خالص وتنصرف عن المعنى الأساسي وهو حالة السماء. فلو شفت نفسك يا أخي الكريم إنك أنت صعدت للسماء ونزلت، فتعرف إن الرؤية دي تدل على سفر. فلو أنت إنسان مستخير ربنا سبحانه وتعالى على معملية سفر، توكل على الله وسافر، هتوفق في السفر اللي انت مسافره ده. اما لو انت انسان ما عندكش سفر، فاعرف ان في حياتك هيكون في سفر وانتقال من المكان اللي انت عايش فيه لمكان اخر. وربما ان كنت انسان اعزب او كنت فتاة عزباء، فتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى راح يكرمك او هيكرمك بموضوع ارتباط قريب جدا. تدل ايضا رؤية السماء على استجابة الدعاء. امتى تدل رؤية السماء على استجابة الدعاء؟ لو شفت ان ابواب السماء كلها مفتوحة، تمام، فتعرف ان الرؤيه ديت فيها بشاره طيبه ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب دعائك. فلو بتدعي بشيء، حاول انك انت تلح على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب هذا الدعاء منك. والشاهد من ذلك الرؤيه اللي انت رايتها، وهي ان ابواب السماء مفتوحه. طيب لو شفت ان السماء فيها دخان، فتعرف ان رمز الدخان ده من الرؤى اللي بتدل على التباس الامور، فتعرف ان في حاجه في حياتك مش مظبوطه يا اخي الكريم، فحاول انك انت تسعى وتجتهد وتعرف ايه الامور الغير مظبوطه في حياتك وتحاول انك انت تعدلها، وتعرف ايضا ايه الامور اللي مش مظبوطه في حياتك وتغيريها عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في حياتك ويوفقك في تجارتك ويوفقك ايضا في زواجك. عشان كده الدخان دايما من الاشياء اللي بتدل على لبس. فلو شفت ان في دخان في السماء، فتعرف ان في التباس في الامور اللي انت بتعملها في حياتك، فحاول انك انت تغير وتعدل منها. اما لو شاف انسان ان هو بيقع من السماء، فرؤيه السقوط من السماء رؤيه مش محموده نهائيا. ويعرف الإنسان اللي شاف الرؤية ديت إن ربما يكون عنده شرك، أو ربما يكون عنده تقصير في العبادة والطاعات. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. فقال لك إن الإنسان لو شاف نفسه إنه بيقع من السماء، تمام، يعرف ان الرؤيه ديت رؤيه تحذيريه لي ان هو مقصر في الطاعات، مقصر في اعمال الخير، دايما بيعمل الذنوب والمعاصي ومش بينتهي عنها نهائيا. فلازم انك انت تبتعد عن اي شيء في حياتك خطأ. ودايما الانسان اللي بيشوف ان هو بيقع من السماء، او ان هو بيقع يعني من السماء سواء كان بيقع على ارض، ودايما الانسان اللي بيشوف نفسه ان هو بيقع من السماء يعرف ان هو عنده تقصير في العباده وتقصير في الطاعه، وربما يكون عنده شرك وهو مش عارف. والشرك ده ان هو مثلا بيبتغي الثناء من الناس على عبادته، وبيبتغي الثناء من الناس على طاعته، وده شيء مش كويس نهائيا. فحاول انك انت تنتبه يا اخي الكريم من النقطه ديت. الامر اللي انا عايز انوه عليه ايضا، رؤية السماء لما تشوف ان هي بتنزل نار او عقارب او مثلا طيور بتقع منها او حجر بيقع منها على مكان معين، فتعرف ان المكان ده في حد بيعمل ذنوب ومعاصي. والرسالة ديت بتكون رسالة تحذيرية لك ان انت لو عرفت انك انت تنصح الناس اللي في المكان هتنال خير. لو ما عرفتش تنصحهم وانت مثلا داخل في تجارة معاهم، او انك انت ليك تجارة في المكان ده، حاول انك انت تقللها، او انك انت تقلل من مستوى شغلك في المكان ده، لان سبحان الله مش هيكون في تجارة رابحة، لان دليل على ان المكان ده في ناس بتعمل ذنوب ومعاصي، او ان المكان ده ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه. هذا ما قاله الكرماني. ولذلك ابن سيرين ذهب في رؤية السماء لعدة معاني. قال لك ان الانسان اللي يشوف السماء في منامه يعرف ان هيكون في حياته سفر، ويعرف ان هيكون في حياته تجارة رابحة، ويعرف ان هيكون في حياته رفعة، ويعني سبحان الله بتتغير مكانته في المجتمع الى حال أفضل مما كان عليه. لكن جعفر الصادق، وده إمام من أئمة الشيعة عموما، هذا الرجل لي
يعني سبحان الله. وهو أيضا يعني ليه مصنفات كثيرة جدا وليه أقوال في التفسير عظيمة جدا، منها إن بيقول لك إذا رأيت إن السماء صافية فبتدل على صلاح في الدين، ولو شفت إن السماء لونها أخضر فبتدل على صلاح في التجارة والصناعة إن أنت شغال فيها، أما لو شفت إن السماء فيها لون أصفر أو مسفرة فتعرف إن ده مرض بينزل بأهل هذا المكان، ولو شفت إن السماء لونها أحمر فاعرف إن المكان اللي أنت موجود فيه ده هيكون فيه حرب أو هيكون فيه مشكلة كبيرة جدا، فحاول إنك أنت تنتبه. ولو شفت أيضا إن السماء لونها أسمر أو قاتم فتعرف إن في بلاء هيعم أهل هذه البلدة أو أهل هذه المنطقة. هذا ما قاله الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله. ومن هنا يا أخي الكريم، رؤية السماء لو شفت نفسك إنك أنت ماسك علية تمام وبتنزل من مكان مرتفع، تعرف ان ده دليل على بلوغك لمكانة طيبة، وانك انت بتترك المكانة دي وبتظل محافظ عليها، ولكن بتنتهي فترة عملك فيها تمام، وبتظل ايضا على نفس المستوى. لو شفت نفسك انك انت متعلق في شيء وبتنزل، اما لو شفت نفسك انك بتصعد بحبل الى السماء فتعرف ان الرؤية دي دليل على بلوغك منزلة طيبة، فتعرف ان انت انسان مجتهد في حياتك وبتتخذ الاسباب عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك وعشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في تجارتك. والله عز وجل بيقول في كتابه العزيز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدل الرؤية على توفيق في حياتك وتوفيق في تجارتك وصناعتك والله أعلم. أما الرؤى التحذيرية اللي بتخص السماء عموما، إنك أنت تشوف نفسك إنك أنت بترتفع في السماء أو بتصعد للسماء، فتعرف إن الرؤية دي تدل على قرب الأجل تمام، فاعمل صدقة، صانع المعروف تقي مصارع السوء، أو ربما دلت على خسارة في تجارة، أو ربما دلت على فراق حد عزيز عليك. فرؤية الصعود للسماء بغير حول منك ولا قوة كده تبسط لنفسك في السماء وأنك أنت تايه فيها، فتعرف أن ده تغير في حياتك، أو ربما دلت على قرب الأجل وسبحان الله نادر أن حد بيشوفها، فتطلع صدقة لو شفت حلم زي الحلم ده. عموما رؤية السماء لها معاني غريبة قوي تمام، فلو شفت اي رؤيه تخص السماء وحصل ليك موقف بعدها يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو، وانا هرد عليك لو شفت اي رؤيه بخصوص السماء ان شاء الرحمن. ولو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. لكم اطيب تحياتي، اخوكم يوسف احمد، دمتم في امان الله.